سوبر ماريو صح؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا وين دش التحدي 10 ماريو تشالنج. خلنا نسوي سلسلة سوبر ماريو، شو رأيكم؟ خلنا نتفق على الشيء هذا. الحين يبون نسوي تحدي العشرة، زين دققس طوف طوف طوف، بتشوف شو بوضع، بنجس نبض اللعبة. إذا نقدر نسوي منها سلسلة عجيبة بنسوي، ليش ما نسوي؟ زين مو بك، شو الموضوع يعني؟ زين ليش ما في فطر؟ اتوقع التحديات بتكون سهلة، لان تحديات البداية يعني يبون ينقصوا اوبك، يبون اللعبة تكون سهلة على الناس، فاكيد بيحطون شيء سهل. خلنا نشوف ريري طق طق طق. اوكي مش وايد معقد عادي، ما في فطر. زين حد يرحمني يحط لي الفطر. ما يبغى الفطر، خلاص وصل. يعني هديت النطة هاي بكبرها يتل. اوكي مو مشكلة، ما عليه. لابد شوي يعني الواحد يرتب اموره يعني، وهاي الامور ومره هناك تحدي ثاني. يلا هي لازم تقديره في البداية، نشوف شو وضعه. وبك اوكي، عندي 9 غير بس. ايوه والله كنت حاس. اوه مو بهني. اوكي خلصنا. هي في العادة صار التحديات تكون لذيذة شوي، لذيذة يعني. تحديات في البداية تكون حلوة، وما يكون فيها وايد تعقيد وهاي أمور. شو هالزاعق وهناك، هالب هالب. من كنا صغار من 50 مليون سنة ندخل. والله دخل سيدة هي. زي ما تشيكت يمين يسار في مشروم ولا شيء. هذا أحيد أنا صح؟ اوكي حد فيكم شاف شيء؟ اوه مشروم مرة مدخل هني. تعال تعال انا كرهتكم اصلا. تعال وردة؟ لا مشروم بعد. ما ابغى ادور، خلي ادور حقك. احيد كنا صغار كان في، صدقون سووري يا عمي. تمسخرون صح؟ اوكي اوكي لا ما اوكي اوكي. نسيت المشروم. زين في مشروم هني، زين ليش ما شله؟ من اللي كارهنا وحط لنا هالمشروم؟ بتم اطيح في كل واحد. شو اوكي لا شكله اوكي كان هي هني احيدها. ويل جديم صح؟ ما بكل الدراهم، خلى برايكم لما اخلص العشر تحديات على خير. اوكي تحديات مودول العشرة دحين سهلة. ريري طقطقية ما في شيء يعني، تخبيص اللي ما حد شافه يعني. ما شفت شيء صح؟ انا بعتبر انكم ما شفتوا شيء. نكست نكست. التحديات العشرة الاولى يعني، شوف لعيبتكم السلسلة خبروني يعني. بنحطي اوكي
ابوك اللي ابوك بس. اوكي خلصنا هذا. اوكي 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 سوبر ماريو نكست نكست خلاص خلاص نكست نكست. كم مفروض 10 تحديات؟ انا اشوف دوائر اقل من 10. اي بي سويتشز جيرني اي بي سويتشز يعني بيكون صديقنا هذا مثلا. اوكي تعال يا بي سويتش الحين قهر امشي هنا قهر انا لازم انا امشي وياه صح. هي هي موجود. تعال تعال يا حبيبي الشعب خلنا نشوف نهايتك. تعال تعال اوكي حلو. اسمه قال لي اي بي سويتشز. انا حد لعبنا يمكن لعبنا احس اني لعب الجيم قبل. زين 6 7 8 وين مكان العشرة؟ وين تقولون تنشلنش يعني شو السالفة؟ 6 من 8 كاتب لي وابوك هتشوف. اوكي اوكي ما عليه مو مشكلة. ساعة لين طاح بعد ترى طولة. منو اللي هادي اللي فراغ مال ابو سنة تحت؟ المشكلة ان خط النهاية هني ترى يعني خط النهاية قريب قريب ترى يعني اذا اقدر اتفادى هايل. لحظة شوف يا حبيبي. اوكي اوكي ايزي ايزي سهلت. كورس كلير. نعم 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 كلير. هو مكتوب توب 10. اوكي بيكون في هاي السبعة ثمانية وين العشرة في الموضوع؟ ما احب يوم شيء بدايته شيء سهلة صراحة احس انه في شيء غلط. اوكي اروم مدخل. هيا اروم مدخل هنا نايس. جديد مال الجيم شالين لقام غيرين فيها شوية احس يعني مش انه بعدها لما كنا في الساعة افكر في بعض الشغلات. لكن الحلو في الجيم هذا سوبر ماريو حاليا ان الناس اللي تشل سوبر ماريو ميكر هذا. ليش اسمه ميكر؟ لان في ناس وابوك لان في ناس يدخلون يسوون ميك اكشلي جيم. فللي ما يعرف كونسبت اللعبة في ناس لا جيس ما عليه مو مشكلة بنتم صامدين مو مشكلة يعني شيء بصير باخذ الوردة. دع مشكلة حصلت النجمة هناك دعست الله يخس خلتني النجمة دعس آخر. والله حماس ترى ما حصل نجمة هناك. خلينا ناخذ 5 دراهم حصل روح زيادة. اوكي بس هني هني النجمة هني. والله احس اني كنت بطيح مرة ثانية. اوه حصل دور نايس. ما تحت ما تفرق خلاص خلها خلص. لو نطيت كنت وفرت على عذر التعب ترى. اوكي لا امور طيبة للحين. اوكي سويت لفة بسيطة حيد يوم اللي كان موجود على الستريم سوينا وشفنا
في أيام صعبة ترى، في أيام صعبة، بس بنبدأها حبة حبة. نورمال نشوف الكنترولز قبل فطر. يوشي اخ، والله خط النهايه ترى قدامي على فكره. هاي التحديات العشره اللي اخر شيء طلعوا الثمانيه. مهم فهمتوها انتو وابوك. اوكي، شوي اللعبه يبالها اعصاب ترى. يوم الجيم يتطور شوي يبالها اعصاب شوي شوي. واحد ضغطه ما يرتفع زين. لحظه خلني ارجع انا هذا واسير اشل يوشي. تعال يوشي بشلك وياي، ما اخليك بروحك. ابى اشوف ال 10 تحديات ولا اخاف 10 راوندز من هذا تحديات. تقولون مش ممكن، لازم 10 تحديات مختلفة. ماريو تستلب البرنسس بيتش هاز بين تيكن تو انذر كاسل. هي عارف هي عارف هي عارف بيحشرونه يتبع. المهم حتى بالنسبة للحلقة القادمة تتبع ان شاء الله. شوف اذا عجبتكم السلسلة كلموني بنكمل التحديات كلها بإذن الله.